عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي مرحبا بكم في فيديو جديد كما العاده رجعت لكم فيديو ياسر مزيان باش تشيخ عليه برشا نهاري كامل باش نبارطاجيه معاكم الفيديو هذا يا في الويكاند اول نهار بعد ما كملت الخدمه الحمد لله يا ربي تو عندي بوز شهر ونص باش نرتاح كملت الخدمه نرجع ان شاء الله حاسيلو في اوائل مارس ان شاء الله ربي حين بخير كما العاده قمت صباح بكري قمت ناشطه طقسي شره ولادي ديجا في الدار ويكاند كما تعرف الصغار في الدار حاسيلو اول نهار الحقيقه حبيت نخرج بما انهم صغار في الدار قلت لازم نخرج نعمل دوره نتمشى نهز ولادي نمشي هكايا نبدلوا الجو باش نبعد على الدار باش نبعد على الروتين كملت الخدمه الحمد لله ما عادش حتى يشغلني باش نعمل حاجات اللي كنت نعمل فيهم قبل وشهرة هذا اللي باش نقعد فيه في الدار نحب يعني نبروفيتي فيه لي ونعمل فيهم الحاجات اللي نحبهم الكل حسيلو كما العادة بطبيعة نبارتاجي معاكم فيديواتي روتيناتي الحاجات اللي نعملهم الكل ونبرتجي معكم الحاجات المزيانين كما تحبون انتوما اكيد الفيديوهات باش يكونوا فيهم برشا تغيير من التصنيف للكوجينه للروتينات للفلوجات أه كما تعرفوا حاسين كما عودتكم مرحبا بالمتابعات الجديده اللي دخلوا معايا في القناه مرحبا بكم نورتوني وشرفتوني وان شاء الله يا ربي نكون خفيف الظل عليكم واللي تابعوا فيا ديما وبكلامكم المزيان وبدعمكم واللي كومونتير نتاعكم تشجيعكم ليا ديما ان شاء الله نجيكم كان بالحاجه المزيانه اللي تحبها نرجع لكم توا للفيديو كما تراو شمسة تهبل الطقس يعمل الكيف صحيح الدنيا باردة برد برد على الخليمت هذه رجعت الدنيا باردة مي كوميم فما شمسة يعني متاع هكا واحد يخرج يتمشى يعمل حاجة اللي يحبهم يسرح ساقيه حسيلون هاي يعمل الكيف أه بالزهر السبت هذا يعني قلت لكم الفيديو صورته لكم يعني في الويكاند نهار السبت أه فما السوق هذا السوق المستعمل في إيطاليا بحذئ يعني ديجا بحذا الدارة من با يعني مشيت حكيت 300 متر و 400 متر بحذا الدار الجردة هذه بحذا داري ديجا ديما بارتجيها معاكم البلاصة هذه اللي يعملوا فيها السوق الأسبوعي اللي بيوا فيه تبشوا كل السوق هذا السوق المستعمل يعملوه مرة في الشهر يعني مرة في الشهر نهار السبت يتيح يعني بعد كما نقولوا ثالث سبت في الشهر يعملوا فيه السوق هذا حصلوا عندي برشا ماجيتوش بما اني نخدم وما قعدت حصلوا نحسب الوقت يجيبوه بما انه يعني اللي فما عباد كي مغرمه به برشا وكل يحسبوا له باش يهبطوا يتفرجوا حسيل في برشا حاجات مزيانين الحقيقه واني مغرمه به برشا سيرتو كيف كنت يعني مرتاحه و... وكنت في الدار وكل ديما نحسب له بالوقت باش ما نفلتوش مي ملي يعني تشغلت بالخدمه وكل هنا كان صدفه يعني لقيته سينا يعني ما نراوش المره هذه ديجا راجلي قال قالي قال كنت تحب اهبط اعمل دوره راهم السوق المره هذه عاملينه وبحث داري وطقس محلاه وكل زيد الصغار يبداو يستناو فيه في برشا حاجات للكبار وللصغار تلقاو فيه كل شيء دي زارتيكل ياسر مزيانين كل حاجه هما صحيح الحاجات اللي تراو فيهم كل مستعمله اما بالحق تلقى فيه حاجات ياسر ياسر مزيانين إشي عليهم ديجا صغار برشا لعب وكل حاجة يستحقوا مكتب ولا ديسكوات حاصل يلقاو برشا حوايج واحنا الكبار الماعون ليز كل ما هي حاجه حاصل تلقاها لهنا بالحق راهو حاجات تلاين نشهد لهم في حاجه برك يستحفظوا على الحاجه مش نورمال وكيف تشري حاجه مستعمله صدقوني خير ولا تشري حاجه يعني خير من تشري حاجة جديدة تلقى صدفة فما مرات يعني تلقى حاجات ياسر مزيانين ورخاص وساعات تلقى حاجات مزيانين على الاخر وكاليتي مش نورمال تلقاهم غاليين انت وزهرك انت والنصبة اللي تشوفها وانت والارتيكل اللي يعجبك انت والكاليتي بالطبيعة والماركات وكما قلت لكم تلقى الاسوام من الرخيص للغالي اما اون جينيرال يعني اون جينيرال مش حاجه غاليه غاليه برشا يعني في المتناول في المتناول ناس كل اني من الناس اللي مغرومه به السوق هذايا على الاخر سورتو يعني عم ناول كنت مرتاحه في الدار والعوام قبل كيف كنت يعني ما نخدمش وكل دي يعني نهبط له منه برشا حاجات ون... وبرشا معون روحت به لتونس وهزيت كادوات زاد حتى الماما هزيت لها قداش من سيرفيس وهزيت برشا عباد حسيلو لدار حمويه برشا هزيت لهم زاد معون من هنا يشيخ عليه المعون هذا بالحق راه مستعمل اما راهو جديد جديد وماركات يعني خير من اللي نشريوه من الجديد بألف مره آه هاني وريتكم اني يعني تو هكا السوق نعمل بكم في دورة اما اتو كيف نروح للدار بطبيعة نوريكم شنو شريت حاجات هكايا ما حبيتش نكثر على روحي بما اني يعني شارجي على الاخر في داري بالمعون ما اخذت حاجات اللي حسيت روحي نستحقهم اكها اما فما بالحق برشا حاجات كيف روحت للدار قلت يا ريتني ما شريتش اما بالحق ياسر يعني عندي معون في الدار وما نحبش نكثر على روحي وبعد ما نعرفش شنو اللي نستعملو وشو ما نستعملوش ومنستعملوش. كان جيت عارفة روحي زاد عندي مروحة باش نروح بالكرهبة صدقوني نشري برشا حوايج مي عارفه روحي مازالت مروحه طويله ومازالت الفرص زال العام طويل نهبط مره واثنين وثلاثه ونشري يعني الحاجات اللي نستحقهم في في داري دا في تونس خاطر الحاجات بالحق اللي تلقاهم لهنا تلقاو الكاليتي الحاجات اللي ناخذهم من هنا مستعملين الكل صدقوني يعيشوا اكثر من الحاجات الجدد اللي اللي نشريهم من جديد يعني بالحق وزيد الحاجة اللي تعجبني في السوق هذا كيف تشري حاجة ما تلقاش كيفة يعني تاخو حاجة تحسها سبيسيال في دارك تحس حاجات كي انتيكا حاجات مزيانين حاجات زادة عندهم الفالور متاحهم تلقى الرويال الكريستال كل ما هي حاجة بالحق بقيمتها وكما قلت لكم بالنسبة للأسوام انتي وانتي والحاجة اللي تعجبك فما لينوك زادة حصير كل ما هي حاجة تشتهيها بالحق برشا برشا حوايج الصغار زادا يشيخوا عليه كما قلت لكم السوق هذايا خاطر يلقاو فيه الالعاب يلقاو فيه الكتب يلقاو فيها كما مثل السديات ولا الديسكوات يلقاو فيها برشا برشا انواع متاع الالعاب فما زادت دبش حتى دبش يبيعوا دبش تلقى الكباب تدبش الصغار ما صدف باش ساعات تلقى الدبش باهي ساعات تلقى الدبش وكيكا اني الحقيقه ما ركزش على الدبش بما اني يعني ديما نشري لهم الصغار وعندي ومتوفر وكل مي اه ركز ديما على الحاجات هذوما المعونه خاطر احنا هونيه في ايطاليا معون عنا في المغازات غالي شويه يعني ما رخيص رخيص تلقاه غالي وباش تشري سيرفيس كامل كيف نصيدو هنا في السوق هذايا بالحق تحفون برشا وديجا حتى في تونس موجود السوق هذايا يعني الناس كل تروح بال بالحاجات هذوما بيعوا في تونس الحاجات مستعملين والعباد يعني تشري برشا من المستعمل متاع ايطاليا في بلاصتنا هذه الحاجات اللي بيعوهم مش بوها على خو يعني متقاش ما تلقاش هكاك الحاجات تلقى كان الحاجه بقيمتها كما نقولوا حاجات كي مزيانين هي بلاصتنا صغيره على الاخر وبلاصتنا نظيفة يعني وزون توريستيك ويحطوا لك الحاجات كان الممو يعني وأصل العبادة اللي تبيع يعني الحاجات متاحة هذو ما تشوفوا ديجا قاعدين تلاحظوا في الليزارتيك اللي اللي بيعوا فيهم تحسوهم يعني حاجات عندهم فالور يعني بقيمتهم كما نقولوا Ah tranquillo che è il tiro fuori eh, lei ha il pezzo per far andare la lampada esatto. senza che lì la lampada non la va. 15, 15. nuovi e sono nuovi, sì. ma sono bellissimi questi. Sì. Sì.

هوني كملت معاكم الدورة إن شاء الله تكون عجبتكم هكاية الجولة خليت لكم شوية هكاية الفيديو كما هو أه بالحق محلة السوق هذا يعجبني على الأخر ونشيخ عليه وكيف أه يعني نهبط له. نبدأ فرحانة وتو بعد نروح للدار بطبيعة نوريكم الحاجات اللي شريتهم حاجات بسيطة أما ياسر مزيانين وتو بطبيعة جاي وقت القهوة وقت القهوة ما أني ما قهوة ما نعرفش علاش حسيت هكاية وقت الدنيا باردة على الأخر شوكولا شو يعني شوكولاتة كالدة وزيد خاصة يعني في القهوة هيبية بالذات مجربتها الشوكولاتة متاعهم ياسر بنينة ما فيهاش سكر يعني حطولك ديجا يعني شوكولاتة بيور شوكولاتة فوندون وكانت تحب تزيد السكر وحدك هذاك علاش تعجبني على الاخر يعني شوكولاته من غير سكر ما فيهاش ما يزيدولكش السكر يعني تحفونا على اللخر وزيد سخونه الدفي وكل صغار حبوا ياخذوا قهاوي كما قلت لكم بما انهم ما فطروش في الدار خذوا كابوتشينو كل حد قهوه حليب ومعهم آه لي بريوش ما اني علاش حصير اشتهيتها على اللخر شوكولا شو عندي برشا ما ما خذتهاش وهونيا رجعت للدار باش نوريكم الحاجات اللي شريتهم متحمسه على الاخر فرحانه بيهم على الاخر الحاجات اللي شريتهم شيخه على الاخر هذاك علاش حبيت هيك معاكم ونوريكم شنو شريت اول حاجه الفور هذا فور مش مستعمل راه هو جديد بجديد يعني بالوراقه بتاعه وب... بكل شيء يعني هيك تراو ديجا الفور على حسب ما قالت لي يعني اللي خذيته من عندها جاها كادو وما استعملتوش ما استعملتوش يعني وحبت تبيعه بالحق شخت عليها الاخر والفور هذا بما اني اني نستعمل برشا يعني الفور في الدار نستعمله وكان عندي زوز واحد روحت به لتونس وقت روحت في الصيف قعدت بواحد برك الحقيقه مش منجمة روحي بواحد برك بما اني نعمل يعني لحلو في الدار ونعمل لي وكل حسيت الفورة اللي روحت به لتونس خلى بلاصتو الحقيقه معاوني على الاخر كان عندي واحد كيف بالضبط كيف لقيته اليوم حسيته بالحق تقول عليه كاتب لي ليا اني يعني. استنيت راجلي حتى كامل الخدمه وجاي حسيلو عاوني باش هز معايا وقال لي خذ وزد شجعني جديد 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 وزيد بصراحه زيد سومو الطياره على الماركه نتاعو خاطر الماركه متاعه. تحفونه وكل وجربت وطيبت فيه صدقوني فرحانه فرحانه متصوروش يعني كيما نحب اني هذاك الفور الحقيقه فرحت بيه كيما قلت تقول عليه يعني قسمي هيك عندي برشا نقوله يعني نحكي مع راجلي نقول له هي برا نمشي نشيري فور اخر يقول لي باهي تنمشي ما سهلش ربي وسبحان الله كتب ربي وجا لي ضي يعني الحمد لله هكا ال أه حبيت نوريكم الماعون اللي مش برشا راهم قطعتين وقطعة أما حاجات سامبل ونستحقهم خاصة نستحقهم مش حاجات باش باش نتكيهم يعني حاجات نستحقهم وياسر مزيانين أه اول حاجه البلاتو هذايا نتاع الطارت شخت عليها على الاخر الكاليتي هذه تعجبني برشا كما سيراميك يعني أه تحفون برشا وصغروا اللي عجبني فيه يعني صغروا مش نعمل طارت صغيرة يعني وكل اللي, اللي, اللي طارت اللي عندي كبار هذا صغير وياسر مزيان شخت عليه والقطعة اللي شخت عليها خاصة جاي رمضان تو ان شاء الله ربي يجيبوا على خير وكل شخت عليها على الاخر هي الصحفة هذه متاع الشربة ومعها البلا تاعها مش نورمال بالحق من اكثر الحاجات اللي شخت عليهم على الاخر الكولير وال... وال... والمنظر متاحها كالصحفة كفنية وكالصحن بالحق ياسر شخت عليهم على الاخر فرحانة بيهم مش نورمال اول ما وصلت دار هكايا حليتهم ومحبيت هكايا نوريهم لكم ونكمل بكم باللقطيعات هذوما اكيد لاحظتوا زاد بكري في الفيديو وقت خذيتهم يعني تفرجتوا يعني كيفاش شريتهم البلاتو هذا ياسر مزيان زاد عجبني صحن صحن كيم حاطه فيه حلو الا عجبني حسيلي ممكن ما يظهر لكمش في الفيديو اما راهو اون ديريكت ياسر مزيان التشريفة اللي فيه متاع الدوريه هكاية وكل ياسر إيه مزيان متاع كستي معاها حاجة حلوة وإلا باش تحط فيها حلو وإلا مكسرات ولا حاجة ياسر إيه مزيان شخط عليه الحقيقة الصحن مزيان وصدر خيز بزوزورو ظهر الصحن وبش نعطيكم الاسوام زاده باش ما ليش فيكم وقلتناش قداش الحاجات وكل بالنسبه لل نتاع التارت هذيك المول نتاع التارت بخمسه اورو السحن والصحفه هذيك نتاع الشربه بغطاها الزوز مع بعضهم بعشرة يعني كل حاجه بخمسه وهذوما الحويجات هذوما عجبوني على الاخر متاع هيك باش نحطهم فوق لوجق متاع زينة خاصة كيما قلت لكم توا هيك متاع تحضيرات رمضان حاضر رمضان بدلو هيك ديكوراسيون شوية وكل ياسر عجبوني الكاليتي متاعهم كيما سيراميك زادة الواحد متاع الزيت يعني مثل باش تحط واحدة تحط فيها الزيت هيك متاع سلاطة واحدة مثال تحط فيها زيت نباتي والاخرى زيت زيتونة هذه مثال تحط فيها السكر سكرية مزيانة زيد هكا وصغرونا وكل متاع قهوة بما أنو أني عاملة ماكينة القهوة حاسين بحذايا طول إن شاء الله نخطط لهم كيفاش باش نزينهم فوق لوجق ونوريكم هذه نحط فيها الملح مثال باش نفوح السلاطة متاع هكا سلاطة ملح والأخرى كيفا يعني أختها متاع الفلفل الأكحل الحقيقة الصحن لت... هذاك اللي تحتهم في بالي باش نحطهم هكا بالطريقة هذه أما حسيتهم ما عجبونيش ما نعرفش علاش الصحن جاي كبير شوية بدلت رايا تو بعد نشوف حاصل كيفاش باش نعمل لهم هكا كيفاش باش نحطهم على الوجق وبالطبيعة الماعون كيفاش نشريوهم مستعمل حتى كان يظهر لكم نظيف ولا لازم نغسلوه بالطبيعة لازم نعقمه بالباهي بالباهي ماء سخون سخون على الأخر حاجة مهمة بين أكد لكم عليها الماء سخون يعقم والجافيل بالطبيعة لازم أه ولا وتغسلوه يعني تغسلوا معون كما باش تغسلوا معونكم بالطبيعه اما ناكد لكم نكته جفال لازم الجفال يعقم والماء سخون باش كان فما جراثيم ولا فما حاجه كي ما نعرفوش سبحان الله الواحد لازم اي حاجه مستعمله كسوا معون دبش حتى كيف نشري اني مثال لعب لصغاري والا باش نشري اي حاجه والا حتى كتب ان نعقمهم نرش عليهم رشه هكايا سيغراساتوري ولا حاجه ونمسحهم ونعقمهم الوقايه خير من العلاج كما نقولوا ها وكما ريتو ديجا ديجا يظهر لكم في الفيديو واني يعني نخس المعون الماء يغلي تحملته في يديا واني من نوع نحب يعني كيف نحب نغسل بالباهي ونحب الحاجه تنظاف لي بالباهي بالباهي ان الماء يزم يكون يغلي بالبخار يعني نتاعو باش نتاكد ان الحاجه هذيك نظفت لي سبحان الله استنست يعني حتى يديا عادي ما يقلقنيش هكا هو كملت غسلت الماعون نتاعي ان شاء الله يا رب يكونوا عجبكم القطعات كما عجبوني اني بالطبيعه اكيد كل حد ذوقو اما قولوا لي في كومنتير بالطبيعه شنو رايكم عجبوكم يعني كما عجبوني اني بالطبيعه راه صدقوني اون ديريكت خير برشا ديما كي كيف ترى الحاجه اون ديريكت مش كما في التصويره سينو تو باش نكمل معاكم بالطبيعه دبارتي كما قلت لكم الفيديو من الصباح يعني للعشيه بما انه يعني هي من طيب فطور نطيب على في الفطور اللي يجي يعني ناكلو كل العشاء خطر خاطر يعني راجلي يروح في يتعشى يعني في الدار ما يفطرش في الدار، يتعشى نطيب عشاء دبارة هبيه خفلف يعني بتاعك عرفتك المزلت زلت يعني اول نهار مرتاحه وكل بتاع حاجه في ساعه في ساعه حاجه تحضر في ساعه كما تراه فروي دمار أه مكنجل هذاك نشريو مش في يعني حاجه كي تسمع في فرويدمار مير تقولوا غالي وكل ليره ما هذوما الباكوات هذوما رخاص على الاخر الباكو هذاكم اللي فيهم ليمول البابوش هذاك اكحل والباكو هذايا فيها مخلط يعني فيها كعبات كريفات صغيرات فيه جلبانه فيه شامبينيون حاسيلو موجودين في الماركاتوات الكل كما الليدل كما الروسبين كما البيني ماركت الباكو يبدا سومو زوزورو و3 اورو ماكسيموم يعني تلقاو حتى في اوفرت اقل حتى بورو خمسين تلقاو الباكو كيف يبدا في اوفرت معناها كيف نقول في مير مش حاجه غاليه لهنا خذيتك بكويت هذوكم قليتهم في الزيت بالطبيعه توا باش نحط عليهم الثوم خليتهم كيك يذبلوا شوي بما اني يعني خليتهم حطيتهم يعني كونجيلي شويه حطيت عليهم شويه ثوم حكيت اربع خمسة سنين سنون ثوم وهنيه باش نفوح الـ الـ هذوكم الغلال البحر مغرفه صغيره متاع كركم مغرفه صغيره فلفل اكحل مغرفه صغيره متاع تابل وشويه فلفل احمر بالطبيعه لازم منها همش نحطها فلفل احمر وشوية فلفل الفلك حلقة هاو كيما نفوحو يعني جيست هكايا حبيت نعطيكم دبارة كيركم مثال كي تبدا قلقة ولا حاير شو باش طيب ولا تحب تبدل وتنوع سيرتو الناس اللي عايشين لهنايا بالحق هونيا منحيروش فما برشا حاجات نجمو نبدلو نجمو ننوعو خاطر هونية تلقى يعني كيف تمشي تشري مثال تمشي المركات وتنجم تشري حاجة هكايا تبدا رخيصة في متناول الناس الكل حطيت طماطم سيريز هكاك كاملة طماطم سيريز نحطها كاملة تعطي بعد منظر ياسر مزيان في في المقرونة هي مقرونة باش نعملها حطيت الطماطم بالطبيعة طماطم نتوما حسب الكمية باش طيبها حطيت بالعين اني يعني عندي طماطم هذيكا كان طماطم كونسونتري بين زوز مغارف كبار وثلاثة باش نمرق بشوية ما بما انهم غير البحر هذوما اللي حطيتهم ما فيهمش روح يعني تيبو في سافي سامين با يعني حطيت شوية مادو بالله كهو هذه هي بارتي ساهلة مهله بعد نصبة مقرونة وكهو لا أكثر ولا أقل وبما أنه عندي ديجا, ديجا شريت من الحاجات هذوما من بعضهم يعني كيفنا القديمة ديما أوفيرتا يبدأ عندي في الدار ونشري باش ما نحيرش كيف نبدأ قالقة ولا ما عينيش باش نطيب ولا حاجة نعمل الحاجات هذوما ويبدأ خاصة ما عنديش وقت وكل سينو آه خذيت هذوما زادة يقولوا لهم أنا اللي متاع شنو اسمه يا رب متاع التوتامو اللي هو بالضبط يعني مش مش الكالامار الشوباي كما نقول احنا في تونس الشوباي. ديجا نشري الشكر هذيك حاضرة الشوباي هذاك قاسين يبدأ يدور دور ويبدأ معمول بالشابلير ولا كيفاش حاصلوا من البرة مغلف بالفارينة بنين بنين قد ما نحكي لكم بنين وشوية صغار يشيخ عليه برشا حبيت نعمله في فراير حطيت الكعبات اللي حشتي بيهم الرشة زيت هيك هي خفيفة بالطبيعة وباش نحطهم على مية وثمانين درجة لمدة أنا يعني حطيت لي فين دقيقة ما قصيت عليهم قبل لا يمكن عشرين دقيقة وقصيت خاطر طابو في فيسا في خير من نقعد نقلي فيه ونرمي الماء يتقلي ما مدام عندي فراير. ما نستحقش لا زيت لا حتى شيء وبالحق راهم بنين برشا شريتهم ديجا من ليدل الشكارة هذيك خذيتها من ليدل عندها بريود يعني قعدت في الفريغو نسيتها كيف اليوم هكايا هي مديت باش نعمل الباس الباستا هذه المقرونة متاع الفرويد مير قلت علاش لا نمد حاجة يعني كيف كيف تحوت يعني ما بعضه كهو المقرونة السالسة حضرت ما نحكي لكمش على الريحة حاجة أخرى نسيت ما قلت لكمش عليها حطيت معاهم شوية حبقة اللي هنا في إيطاليا طيبوا برشا بالحبق سيرتو الباستا الباستا لازم فيها الحبق فوحة الأخر أكا ديجا الصلصة متاع مير حاضرة حبيت نوريكم لهناي اللي أي حاجة تحطيها في الفراير لازم تقلبها مثال كي باش تحطوا حاجة مرقاز ولا ما نعرفش أني دجاج تكلوب ولا بالمستحسن تقلبها باش تجيب لكم هكايا من الجهتين وتجيكم حمرة من الجهتين يعني الكل يبدا كيما من جهة من اللوطة من الفوق كيف كيف وبالحق ما عندكم مش فكرة قداش سهلة عليا الفراير هذه بالرغم اللي في بالكم يعني شريتها رخيصة وكل ما راهم سهل عليا كل شيء المقرونه صمت ديجا حبيت المره هذه نعمل الفراشات هذوكم مي هي نورمالمون الفروي دو مير تجي الاكثريه سباغيتي مي حبيت نبدلها كي منعرفش علاش تهيت المره هذه باش نعمل الفراشات هذوكم عندي في الدار كميه ما شاء الله كبيره وبما اني كيف نطيب ديما نخلي فطور منه غدوه ديما نقرا حسابي قعدت متعوده خاطر كيف نبدا نخدم نخلي فطور راجلي والا مثال باش يهز معاه والا نخلي فطور ولدي يروح حسيلو من من وكل عملت كمية كبيرة ما الحقيقة تاكلت اللي تراهي ما شاء الله بنينة بنينة فاوحة ما نحكي لكم جيت هكايك عرفتك نكثر فيها الصلصة وتبدأ مشخشخة وكل هذو ما ديجا دور متاع نتاع الشوبيز حاضرين ياسر بنين بالحق شو جربوهم كان ما عندكمش عليهم فكره الناس اللي تعيشوا في ايطاليا ولا فرنسا ولا المانيا نورمالمون اللي الموجوده بارتو أه رحمه حتى الفرويد مال اللي عملتهم في الـ في الـ في المقرونه نورمالمون خذتهم من ليدو ما تفكرش يا من ليدل يا من البيني ماركت خاطر الاكثريه ناخد من البيني والا ناخد من ليدل الفرويد مال هذوك خاطر ما ارخص بلايص نلقى فيهم حبيت نوريكم هكايا عن قرب المقرونة بالحق هاك مريتو يعني في أقل من نص ساعة حضرت حاجة شخص خفاوحة وريتو قداش هيكي معبية بالصلصة ذاك علاش نكثر يعني من الطماطم وتجيني الصلصة حمرا وكل خاطر المقرونة هذي تجي هكا وهذوما الكعبات حبيت نوريهم لكم يتقرمشوا هكا يهبلوا يعملوا الكيف جربوهم وتفكروني جربوهم مش أني عملتهم ما حاضرين أما جربوهم كان ما عندكمش عليهم فكرة أكا هو ديجا نكون وصلت معاكم لآخر الفيديو إن شاء الله يا يكون عجبكم إن شاء الله يا تكون استمتعتوا وصلتكم خاصة طاقتي الإيجابية بسلامة واستنقوني بإذن الله في فيديو جديد